أعزائي المتابعين ومشاهدي أبو كبير ميديا في كل مكان، معاكم النهارده فايت جديد. وطبعا زي ما احنا معودينكم ان احنا بنطلع لكم كل شيء جديد وكل شيء مميز موجود هنا في محافظة الشرقية. طبعا اللي حضراتكم شايفينه دوت أو المكان اللي احنا موجودين فيه ده، ده مطحن موجود من أكبر المطاحن الموجودة في محافظة الشرقية. احنا موجودين النهارده علشان نرصد لحضراتكم ازاي بيتم طحن الدقيق اللي بيكون من اللي هو القمح، بيطلع الدقيق ماده خام وتطلع للمخابز، او حتى طبعا احنا في بيوتنا بنستخدم الدقيق. طبعا دي اول مرحله من المراحل اللي بيتم استخدامها لطحن الدقيق. هنا المطحن اللي احنا موجودين فيه دوت بيتكون من 8 صوامع، يعني ما شاء الله هنا يعني على أكبر حاجة هنا موجودة. زي ما انتم شايفين كده بيتم طحن الدقيق، زي ما انتم شايفين. طبعا المكان اللي احنا فيه ده أول مرحلة موجودة في المصنع، ده الدور اللي هو الثالث. المرحلة اللي احنا شايفينها دي بيتم تنظيف مثلا القمح علشان نفصل القمح عن حاجة تانية. ننزل بقى تحت، يعني زي ما حضراتكم شايفين كده، يعني ما شاء الله المطحن هنا عنده ساعة تخزينية 40,000 طن، الإنتاج عندهم هنا بيوصل ل 250,000 طن سنويا. دي تاني مرحلة. المرحلة اللي احنا بنروح فيها دي برضو بيتم فيها طبعا نظافة فصل البذرة عن المادة الخام. يعني زي ما حضراتكم شايفين كده ما شاء الله حاجة فوق الأرض فوق الوصف. هنا الشغل على أعلى مستوى، يعني ما شاء الله، يعني حاجة جميلة جدا موجودة هنا في محافظة الشرقية. طبعا دي بتكون تاني مرحلة في الدور التاني، هنبدأ ننزل تحت علشان نشوف المرحلة اللي بعد كده، و حد بقى يظبط لنا الدنيا كده ويفهمنا مراحل طحن الدقيق بتتم ازاي من أول مرحلة لحد آخر مرحلة. دي طبعا المرحلة الثالثة. يعني هنا الشغل ما شاء الله على أعلى مستوى. زي ما انتم شايفين كده يعني آلات مستخدمة في الشغل هنا، كل حاجة محفوظين. بدور عليك انا كنت بتصور فوق. هي المرحلة اللي هنا دي مرحلة ايه بقى؟ المرحلة دي مرحلة ايه؟ دي مرحلة عبوة، عبوة الرد الناعم. ده الفصل ما بين الناحية التانية دي، بتاعت ان هو في فصل ما بين دي بقى ايه مرحلة التعبئة، صح؟ التعبئة. تمام. هما فين؟ تحت. وصلتوا بسرعة تحت كده؟ ايه؟ وصلوا بسرعة تحت كده؟
الشعبية صح؟ دي كده بقى بيطلع دي بيطلع على العربيات و يعني زي ما حضرتكم شايفين متابعينا الكرام، احنا النهارده كنا موجودين في اضخم المصانع او اضخم المطاحن الموجوده هنا في محافظه الشرقيه. كنا بنتعرف على مراحل طحن الدقيق من وقت ما يكون قمح، طبعا هنا بيستخدموا القمح المستورد لحد ما يبدا ان هو بيعمله كذا مرحله لحد ما يكون ماده خام اللي هو الدقيق اللي احنا بنستخدمه، والمخابز بتبدا ان هي